الآن هذا البرنامج برعاية مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا بحضراتكم وساعة بث مباشر من برنامج خد بالك. في كل حلقة بنحاول نتكلم في موضوع من الموضوعات القانونية اللي بتهم حضراتكم، لأنه زي ما بنأكد دايما أنه الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية. النهاردة هنتكلم عن قانون يمكن بهم كتير من حضراتكم، القانون رقم 4 لسنة 1996 اللي هو بيسموه لغاية دلوقتي قانون إيجار الجديد. هنتكلم تفصيليا ايه هو اهم ما يتميز به هذا القانون، هنتكلم ايه البيانات التي يجب ان تدرج بالعقد وفقا للقانون الجديد، ايه المقصود بالصيغة التنفيذية، ازاي احصل على الصيغة التنفيذية، ايه اهمية الصيغة التنفيذية، وكمان هنحدد جزء معين عن اهم المشكلات اللي بتقابلنا بخصوص قانون رقم 4 لسنة 96. لكن اسمحوا لنا بداية نرحب بسيادة المستشار عادل عزيز المحامي بالنقد والدستورية العليا. برحب بحضرتك فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فندم. سيادة المستشار، بداية يعني احنا بنقول انه القانون رقم 4 ده بيحتكم الى قواعد القانون المدني، ايه المقصود بقواعد القانون المدني تحديدا؟ الحقيقة الاول بس قبل ما ابدا حديثي بوجه الشكر للقناة، وبجد هي قناة على مسافة واحدة من الجميع وبتتناول موضوعات عدة، فده شيء جميل، واللي انا بحسه انه هو جامع اطياف الشعب المصري كله حوالين القناه. شكرا. وكل سنه وطبعا وانتم طيبين بمناسبه عيد القيامه وعيد الفطر المبارك. حضرتك طيب. حضرتك طيب فندم. بالنسبه لقانون 4 ل 96 كان الهدف منه ان المشرع حب ان هو يطلع قصص العقود المؤبده الى عقود حره فخضعها للقانون المدني. تمام. اخضاع النهاردة العقد للقانون المدني سابه حر ما بين المستأجر والمؤجر، فكانت النتيجة ان هو خضعه دلوقتي للقانون المدني، فاصبح النهاردة المدة بيحددها الطرفين، القيمة او مقدار الاجرة بيحددها الطرفين، ما يتفق عليه في ان هم هيستلم العين بانهي شكل بيحددها الطرفين. تمام. ويجدد لمدة أخرى أو لا يجدد أو لا يجدد بموافقة الطرفين، فكل ده بيبقى خاضع في عقد اللي هو 4 لسنة 96 وكله خاضع لقانون المدني. حتى عشان كده لما بيحصل أي إشكالية بيخضع النهاردة في المحاكم لقانون المدني مش لقانون الإيجارات. سيادة المستشار، يعني احنا بنقول عقد الوفقة للقانون رقم 4 لسنة 96 اللي بنتفق عليه في العقد هو اللي بنلتزم بيه. تمام. يمكن نتكلم عن جزئية جزئية، نبدأ بالقيمة الإيجارية. القيمة الإيجارية، هل أنا لو حبيت مثلا أدفع جزء ومثلا توضيبات شقة الكلام اللي زي دوت، إزاي أدرجه في العقد بحيث أنه ما يضيعش عليا كمستأجر؟ هي المشكلة النهاردة لو أنا حطيت مواضيع كثيرة في العقد، في حالة الإشكالية هتتعرض المشكلة لمشكلة أكبر في المحاكم. بمعنى ان النهارده بقول انا بسلمك الشقه، انت النهارده بتشطب الشقه بما يحلو ليك، فانا بكتب بند وبقول ان انا سلمتك والعين اللي هي المؤجره بما يدعو للشك المعينه النافيه للجهاله، فانا اديتك النهارده الشقه المعينه النافيه للجهاله. حتى هتلاقي بند في العقود دي دائما بيقول ايه؟ بيقول ان انت لما تترك الشقه كمستاجر بتسيبها بالحالة اللي انت انتهيت عليها. يعني النهاردة لو انت عملت ديكورات، عملت شغل، فمن حق المؤجر اللي هو المالك ان هو ياخدها بنفس الشكل اللي انتهى بيه. بالمعنى العام يعني عملت حاجة لنفسك كمستأجر. بالضبط، عملت للمستأجر، وخاصة لما بتبقى المدة مفتوحة شوية من 3 سنين 5 سنين 7 سنين لحد 9 سنين، فبيقولك انا قاعد شوية فهعمل شغل، وحسب الشغل اذا كانت شركة اذا كان سكن، فبيوضب الشغل على حسب اللي هو يقدر يقول انا هوضب التكلفة دي هقدر اجيبها في خلال كم سنة من العقد. النقطة الثانية
ان انا النهارده لما يعني المتعارف عليه في العقد ده بيتحط شهرين تامين وشهرين كمقدم ايجار. اما عن التوضيبات فهو بيستلمها على الحاله اللي هي عليه، ممكن تكون حاله حسب الظروف، ممكن يكون حد خارج قبليه وهي سوبر لوكس فبيستلمها على كده فهي على كده. لكن لو انا دخلت نفسي وقلت له لا انا هوضب لك وذكرت ده في العقد دخلت في قصه واشكاليه كبيره في المحاكم. تمام. طب ناخد اول تليفون ونرجع لموضوعنا. اتفضل الاستاذ مجدي. مساء الخير يا فندم. ايوه الو. اتفضل يا استاذ مجدي. مساء الخير سعادتك. مساء الخير يا فندم. انا شاري محل تمليك. ايوه يا فندم. في دايره خلوصي. ايوه يا فندم. البيت مبني من الخمسينات ما فيهوش ترخيص. البيت مش مرخص يعني. البيت مش مرخص. أيوة. وحضرتك انا رحت عشان اعمل يعني انا مأجره لواحد فاتحه مطعم فول. مأجره؟ يعني انت حضرتك اشتريت المحل واجرته؟ اه انا شاريه واجرته لان انا ما عنديش مصدر رزق. ايوه فندم. يعني الفلوس اللي معايا حطيتها في المحل ده. اتفضل. ايه المشكله؟ المشكله ان حضرتك رحت للحي البيت ما فيهوش ترخيص ويقول لك لازم البيت يكون ليه ترخيص عشان يرخص المأجر المحل. عايز يرخص عشان في جار وراه قرفه بيقول له اقفل وعمل له مشاكل جامده عشان يرخص وعمل له محضر في الحي عشان يروح يرخص قال لك لازم البيت يكون مرخص. أيوة. فانا مش عارف اعمل ايه وانا باكل من وراء عيش. انت حضرتك دخلت التصالح اللي هو كان الدوله عاملاه لقانون التصالح اللي هو في المباني والتصالحات على المباني؟ لا حضرتك انا ما حدش قال لي انا رحت. لا ما حدش قال لك. بس ثواني حضرتك. الدنيا كلها كانت عارفه ان في تصالح والدنيا كلها كانت عارفه ان في ان النهارده الدوله بتدي سماح لاي واحد النهارده عنده مخالفه بيتقدم بالتصالح وكانوا بيدوا بربع الرسم وبعدين 40%. فانت النهارده حضرتك انت مالك. انت النهارده لو انت بتسال كمالك لا انت مسؤول. لكن النهارده لو كان مستاجر النهارده هيقول لك طب ما انا عندي مشكله اسدد لك الاجره ازاي وهنبدا في اشكاليه اخرى. فانا عايز اعرف انت فتره النهارده اما رحت النهارده يعني انت خدت المحل ده سنه كام؟ واخده بقالي حوالي 3 سنين بالظبط. بقالك 3 سنوات. كان ايه المشكله؟ خدته ازاي؟ يعني اساس ملكيتك مشيت ازاي؟ اصحاب البيت الورثه كتبوا لي عقد بيعه واشتريت بيه. يعني عقد ابتدائي واشتريت بيه؟ وعملت له توقيع بس. افندم؟ عقد صحة توقيع. عقد صحة توقيع. لكن تسلسل الملكية مشي ازاي؟ الرخصة مشيت ازاي؟ خدته ومشيت كده؟ اخدته وانا ما يعني انا ماليش ما هو يعني بص يا استاذ مينا مش كده؟ استاذ مجدي. مجدي حضرتك. ماجد؟ مجدي. مجدي. استاذ مجدي هي دي الاشكالية يا جماعة ان احنا النهاردة لما بنشتري حاجة ولا بنبيع حاجة النهاردة خلاص بقى في توعية شاملة. النهاردة أنا ما أقدرش النهاردة أروح أشتري حاجة وطبعا أنت يعني مكان ومحل تجاري في شبرا يساوي رقم يعني يساوي رقم كبير. أستاذ مجدي المالك العقار يا أستاذ مجدي ده بجانبي حضرتك. أستاذ مجدي اتفضل. المالك العقار اتقدم للتصالح ولا ما تعرفش؟ لا ما أعرفش ده الورث حضرتك كلهم سن كبير و طيب يا فندم. ما هو إحنا دخلنا يا أستاذ مجدي في إشكالية أخرى. إيه اللي هي؟ انت دخلت في اشكاليه هو المالك اللي عليه التصالح ولا ولا اللي شاري اللي عليه ولا اللي باني اللي عليه. طب انا واتفقنا تماما ان اللي شاغل العين ومالك العين هو اللي بيتحمل. عايز ترجع للمالك الاصلي فبترجع للمالك الاصلي. لكن انا بقول لك اهو ان شاء الله في الفتره القادمه انا متاكد لان الدوله بتساعد وبتساعد كتير قوي الفتره دي. فانا متاكد ان شاء الله هتفتح مجال للتصالح مرة أخرى. بس الكلام ده هيتم بقانون لأن طبعا أنت عارف أن القانون انتهى في 31/3 فلازم يفتح بقانون تاني. كان في امتداد من رئيس مجلس الوزراء وبعدين هيفتح تاني. أما يفتح شكرا. تاني اتقدم فور. شكرا الأستاذ ماجي. تفضلي الأستاذ ماجي. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اتفضل. ازيك يا استاذ عامل ايه؟ اهلا بحضرتك يا فندم. لو تكرمت انا عندي شقه ماجرها. ايوه فندم. فانا عايز اعرف لما اجي مثلا ادي انذار للمستاجر عشان انهي العلاقه. هو قانون محدد المده ولا ايه يا فندم؟ اه قانون محدد المده. المده كام سنه حضرتك؟ سنه واحده. سنه واحده؟ اه انت كاتب في العقد لا يجدد الا بعقد جديد ولا كاتب انك هتختره؟ لا سنه العقد لمده سنه واحده فقط. ثانيه واحده بعد اذنك. انت دلوقتي حضرتك يا استاذ ناجي في العقد بتاع حضرتك اللي كاتبه بتقول لا يجدد الا بعقد جديد
يبقى كده ما تنزلوش. لا قلت الكلمه دي، ما قلتش الكلمه دي، بس قلت ايه سنه لمده، يعني العقد سنه لمده، سنه مده واحده، سنه لمده واحده ما لم يخطر احد الطرفين برغبته تاني. لا بس مش فاكر الجمله الاخيره دي، بس هو سنه. طيب بص حضرتك، اكيد سنه عموما رجع عقدك. اتفضل. لو لا يجدد الا بعقد جديد مش لازم تعمل له انذار خالص، لكن لو انت هتقول النهارده يجدد بعقد ما لم يخطر احد الاطراف لازم تختاره قبليها بشهرين او حسب ما انت ناصص في العقد بتاعك. شكرا استاذ ناجي. طيب يعني ناخد من كلام الاستاذ ناجي ونكمل موضوعنا. تفضل. استاذ ناجي يعني وقف عند نقطه اللي هي بالنسبه للمده الايجاريه. في اختلاف وفي لغط في بعض الامور الخاصه بالمده. اول حاجه لو كتبنا مشاهره ايه الموقف، لو كتبنا مثلا لهلاك العين، في ناس بتكتب الكلام ده، هل صح ولا غلط؟ غلط طبعا. لوفاه احد المستاجر او لوفاه المالك، اللي هي وقوف على شرط، ايه الصح وايه الغلط بالنسبه للمده؟ احنا في قانون محدد المده، احنا حر المالك والمستاجر او المؤجر والمستاجر ما لم يخالف النظام العام. انا النهارده مش مخالف النظام العام واتفقت ان العقد لا ينتهي، ان العقد بينتهي ولا يجدد الا بعقد جديد، يبقى انا النهارده خلاص لا يجدد الا بعقد جديد، يبقى لازم اعمل عقد تاني من اول السنه اللي بعديها او اللي بعديها. طيب لو قلنا يخطر الطرفين، دي مشكله كبيره جدا وبتبقى اشكاليه كبيره في المحاكم. صحيح. بمعنى انا جيت النهارده قلت ما لم يخطر احد الطرفين بشهرين على الاقل من تاريخ انتهاء العقد. بيجي المؤجر بيبص على العقد يلاقي انه فات الشهرين دول، فبيضطر يروح يرفع قضية عشان يطرد. فالمحكمة بتقول له لأ، أنت النهاردة فوتت الفرصة ومدتوش الشهرين اللي كنت المفروض بتنبهه إنك عايز تخلي العين، وبالتالي هديك مدة مماثلة تاني لنفس الشخص بذات القيمة الإيجارية. فإحنا لازم نكون متنبهين، إحنا النهاردة عايزين نختار المالك، نختار المستأجر، بنختاره قبلها بشهرين، بنقول لا يجدد إلا بعقد جديد، يبقى أنا بحفظ حقوقي كلها وبستنى لنهاية العقد ويبقى العقد انتهى من تلقاء نفسه. تمام. وكلمة مشاهرة؟ ما كلمة مشاهرة أنا دخلت كده في القانون القديم، دخلت في قصة. أيوة. هل يعتد بكلمة لا مشاهرة؟ لا يعتد بيه تماما. لا يعتد. لأن النهاردة العقد، النهاردة شرط أساسي في العقد الجديد اللي هو 4 لسنة 96 أن يكون محدد المدة. يبقى كلمة مشاهرة يعني شهر بشهر، شهر بشهر، والشهر اللي بعديه أنا ممكن أطلعك على طول فورا، لأن أنا لو قلت مشاهرة يبقى أنا الشهر الجاي ممكن أنظرك بأن أنا ما عنديش رغبة في أن أنا أنك تستمر، فلازم العقد يكون محطوط. لو اتحط مشاهرة أنا ممكن الشهر الجاي أقول لي أنا ما عنديش، يعني شهر معنى كده أنه الشهر. وعلى فكرة هو في القانون القديم برضو كلمة مشاهرة بقى فيها لغط، أن أنت كتبت لي مشاهرة، بس هي بقت قصة تانية خالص مش مجالها دلوقتي. تمام. اتفضل. سيادة المستشار، يعني احنا بنتكلم دلوقتي على انه في بعض كتير من الناس اللي هم عندهم شقق بيخشوا انه يفتحوا شققهم ويأجروها ايجار محدد المدة، لانه بيقعوا في مشاكل. من المشاكل ديت انه بعد انتهاء المدة الايجارية المستأجر ما بيطلعش. فحضراتكم يعني زي ما فهمتونا انه بتعملوا حاجة اسمها الصيغة التنفيذية. ايه المقصود بالصيغه التنفيذيه وازاي تتعمل، وهل هي مرتبطه بقيمه معينه؟ القانون في 4 سنه 96 افسح المجال للمؤجر والمستاجر بثلاث طرق. الطريقه الاولانيه ان انا لو واخد عقد من حضرتك وبقول النهارده العقد دوا 3 سنين 5 سنين، بالاراده المنفرده كمؤجر او مستاجر بروح اثبت التاريخ. دي حل من الحلول. واحد بيثبت التاريخ، وغالبا بيعملوها دوا عشان يأسس التاريخ. ده بيروح فين يا فندم؟ بالشهر العقاري، كله الشهر العقاري. يعني الثلاث حلول اللي هحكيهم لحضرتك او الثلاث امور اللي بتثار في العقد دوا في توثيقه بيبقى في الشهر العقاري. تمام. فاول حاجه النهارده انا بروح الشهر العقاري اثبت تاريخ بالاراده المنفرد، يعني انا رحت لوحدي، المؤجر راح لوحده، الملك راح لوحده، بيروح لوحده. مش لازم الطرفين. مش لازم الطرفين نهائي في اثبات التاريخ. نيجي في طب ايه قوه اثبات التاريخ ده؟ ولا حاجه. هو اثبات التاريخ بيدي مصداقيه لحاجات بعد كده بيبقى المؤجر غالبا هو اللي عايزها، يعني بيستند عليها المستاجر. بيستند المالك عليها، لانه بيطلع اذا كان هيأجر شركه او حاجه فبيطلع سجل تجاري بطاقه ضريبيه، لان من شروط السجل التجاري والبطاقه الضريبيه انك تكون عندك عقد مثبت التاريخ. بيبقى عايز يغير خط تليفون عشان يدخل نت عشان ظروف شغله او كده، فاثبات التاريخ بيبقى شيء مهم جدا بالنسبه له. لكن دي ما بتفيدش بالنسبه لالزام المستاجر انه يطلع بعد نهائي.
الحقيقي ده ملوش علاقه خالص، ملهاش اي علاقه، هي قصه تمام. انك بتثبت تاريخ ان انا وحضرتك رحنا تعاقدنا سوا والتاريخ من كذا لكذا تمام. فاثبات التاريخ دي قصه بالاراده المنفرده تمام. انا كمالك او كمستاجر بروح اعملها. الحته الثانيه التصديق، التصديق على العقد لازم يكون مع المؤجر والمستاجر، يعني المؤجر والمستاجر يروحوا سوا ويصدقوا على العقد. طيب اهم ما في الموضوع واحسن ما في الموضوع هو الثالث اللي هو الحصول على الصيغه التنفيذيه، ودي اللي بياخدها المؤجر بايده، يعني بيبقى الحصول في إيه؟ على الصيغه التنفيذيه. طب ناخد التليفون ونكمل عشان معانا الاستاذ مراد بقاله فتره. اتفضل. مساء الخير يا فندم. اتفضل يا فندم. التليفون معانا، حضرتك معانا على الهواء يا فندم. اتفضل. اتفضل يا فندم. استاذ مراد اتفضل. طيب حاول تكلمنا مره ثانيه يا فندم. الاستاذه اماني اتفضلي يا فندم. مساء الخير. مساء الخير. ازاي حضرتك؟ اهلا بحضرتك يا فندم. ممكن اسال على حاجه؟ اتفضلي يا فندم. في واحد قريبي واخد مكتب من واخده قانون قديم 59 سنه. قانون قديم يعني؟ ده مش قديم، ده جديد. يبقى جديد ولا قديم؟ هو بتاريخ كام العقد يا فندم؟ هو بقيله دلوقتي 14 سنه ونص في المكان. أي فهم. مظبوط. لا تاريخ العقد امتى؟ لا مش عارفه بالظبط، بس هو هو داخل على 15 سنه والمده اللي واخدها 59 سنه. يبقى بعد 96. تمام. 59 سنه خلاص. تمام. طيب دلوقتي هو كان واخده من اللي كاتب له العقد، كان هما كذا حد شريك ورثه يعني، بس هي واحده بس اللي كتبت له ومضيت معاه العقد من الورثه دول. تمام؟ أيوة. طيب دلوقتي العمارة اتباعت، اللي اشترى العمارة عايز يمشيه، بيقول ان انت المفروض ان كانوا كل الورثة مضوا على العقد ده، هي واحدة بس اللي مضت وبقاله 14 سنة ونص محدش اشتكى من الباقي الورثة، دلوقتي هو عايز يمشيه من المكان ده ورفع عليه قضية، ايه بقى وضعه اللي مضاله؟ اللي مضاله العقد من الورثه ده بنسبه كام في الميه؟ عندك فكره؟ يعني ايه بنسبه هو معاهم في الورثه؟ احد يعني الورثه اللي مضى عقد الايجار ال 59 سنه نسبته قد ايه؟ يمثل 60% من الوريق، 70%، 80%؟ لا مش عارفه. مش عارفه. طيب اللي مضى على العقد بس هو ما حدش من باقي الورثه ما حدش اشتكى. استاذه اماني اللي مضى على العقد مع المستاجر دوت هل هو اللي كان بيحصل القيمه الايجاريه من العماره كانت هو اللي كان يعني يعتبر هو المالك الظاهر؟ ايوه بالظبط كده. وكمان اللي هو اشترى دلوقتي اشترى من شهر 11 اللي فات كان بياخد منه الايجار وبيمضي له، يعني اللي اشترى يعني كان بيمضي له قبل كده. كان بيمضي له اللي هو اللي اشترى العماره دلوقتي، بس يعني دلوقتي رفع عليه قضيه وعايز طيب يا فندم في اي استفسار في نص الشهر ممكن اعرف وضعه ايه دلوقتي؟ تمام حاضر. شكرا يا استاذ. بصي حضرتك احنا عايزين نفرق ما بين حاجتين. الحاجه الاولى ان ال- 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 الورثه لما بيجيزوا عقد ايجار او احد الورثه القانون قال ان في خلال بسمح لك في 3 سنوات فقط يكون عقد الايجار مش 59 سنه. فأنا النهاردة بالنسبة لي لو أنا وريث وعملت عقد إيجار وباقي الورثة عشان ما أضرش بباقي الورثة القانون قال لي أنا بديك 3 سنين حد أقصى للمستأجر دوا وبعتبر بقية يعني المدة يعني زي الوكيل؟ كأنه وكيل وما بديلوش أكتر من 3 سنين. ولكن الحالة اللي هي بتتكلم فيها حالة مختلفة. إيه الحالة المختلفة؟ إن أنا كمالك جيت اشتريت وقابلت الوضع على ما هو عليه واستلم إيصالات وسلم إيصالات، فبالتالي في تراضي وبالتالي اللي كان ينازع في قصة الثلاث سنوات وغير الثلاث سنوات الورثة. فبما إن الورثة ما نازعوش وبقالهم 14-15 سنة وجي مالك اشترى واستلم العين أو استلم الوحدات على هذا الوضع، فهو بالنسبة له اللي هو واخد 59 سنة المحكمة هتكمله 59 سنة. طيب في حالة الرفض يعمل ايه؟ يعني المالك رفض انه يستلم القيمة الإيجارية هيحطها في المحكمة فورا انذار على طول على يد محضر. بس على فكرة لازم يكون المالك الجديد بعت له حوالة حق، يعني لازم انا كمالك جديد
يبعت لي انذار. افترض ما حصلش حواله الحق دوت، يبقى انا بالنسبه لي المالك اللي باع لي واشترى لي او اللي هو اجر لي لحد النهارده هو المالك اللي قدامي. طب والصالات اللي خرجت باسم المالك الجديد واستلمها منه، اللي استلمها منه استلمها بناء على ايه؟ يبقى بعت له حواله حق. ما هو مش هيقدر يستلم منه الا اذا كان على حواله حق، يبقى يستند لحواله الحق، يستند على حواله ويدع الحق ويدع المبلغ في خزينه المحكمه، في خزينه المحكمه. القيمه الايجاريه وملحقات القيمه الايجاريه، ملحقات القيمه الايجاريه تعد من الاجر الاساسي، وده اللي عاوزين ناكد عليه، وده مهم جدا لان ملحقات القيمه الايجاريه تطرد زيها زي القيمه الايجاريه. يعني حضرتك لو مثلا الايجار 100 جنيه نخلي بالنا الملحقات قد ايه، ملحقات قد ايه بتحط رينج مثلا 120 130 ده من تحت حساب الملحقات القيمه الايجاريه، او بتشوف العماره كلها بتسدد قد ايه وبتسدد زيها. سياده المستشار اذن نخرج للفاصل، وبعد الفاصل نكمل موضوع عن القانون رقم 4 لسنه 96. اعزائي المشاهدين فاصل ونتواصل مع حضراتكم.